مرحبا، رسالة من كلمتين موجهة لكل شخص بيحكي على الجيش العربي المستقل. هذا الجيش جيش الأردن، هذا الجيش المكون من أخويا وأخوك، من ابني وابنك، هذا الجيش اللي تربينا إحنا وياه على خبزة وعلى مية، هذا الجيش اللي لغاية الآن اللي دماء أبنائه بباب اللطرون وباب الواد. هذا الجيش يا قليل الحظ أنت بتحكي على الجيش. بالبداية لازم تعرف علاقتنا بالجيش هي علاقة الجسد بالروح، علاقة الأخ بالأخ، علاقة الماء إلى النبتة، علاقة ما ممكن يوصفها أي شعور. أنت يا قليل الحظ بتحكي على الجيش، أنت بتوصف إنه الجيش يرهب الأردنيين؟ والله العظيم إنك ما صدقت. الجيش طول عمره هو الحامي، دائما هو درع وسياج الوطن. لما كانت بعض البلدان جيوشها تنزل ترهب وتقتل وتعتقل، احنا الجيش عندنا لازل يحمي، لازل يقول لك اقعد ببيتك لاجل سلامتك، لانه خايف علي وخايف عليك. هذا الجيش. فالجيش علاقتنا فيه هي علاقة محبة وعلاقة اخوة، علاقة اهل. الجيش لما نزل مش زي ما حكيت انت، مش زي ما ادعيت، الجيش نزل يحمي هذا الوطن، نزل يحافظ على امن هذا الوطن، على صحة هذا الوطن. كل العالم الآن يعاني من جائحة كورونا، والآن الإجراءات اللي اتخذت لسلامة المواطنين. عشان هيك الجيش نزل يحمي المواطنين، نزل يدافع عنهم، نزل يأمنهم ببيوتهم، ما نزل لا يرهب ولا يعمل المظاهر اللي بتحكي عنها. هاي المظاهر مش للجيش الأردني، الجيش الأردني كل الميادين بتعرفه. آخر شيء بدي أحكي لك إياه، لما أنت واللي زيك شوارع أمريكا ما بعرف إشي عن الأردن وجاي اليوم ينظر على الأردنيين، إحنا أدرى وأعرف بسر العلاقة بيننا وبين جيشنا. هذا الروح، هذا الجسد، هذا كيان الأردن، هذا قرارها، هذا استقرارها. الشيء اللي لازم آخر إشي تعرفه إنه الجيش والشعب والوطن كلهم على قلب واحد، كلهم على رسالة واحدة. إحنا وهذا الوطن إن شاء الله بنعدي هذه الأزمة، ودائما الأردن كبير وصغر حجمه بمقدراته، بقيادته، بشعبه، بأهله، بجيشه. وموت حقد وغيظ أنت وكل حاقد. إلى اللقاء.